انت جاهزه شفني فين؟ جاهزه بالجرد. الله عليكي، انا جايتك شف. رح ننتقل طبعا هلا لاولى حلقاتنا بمطبخنا اللي طبعا رح ينضم لصباح الاردنيه. انا مضطره اني انا استاذن وخليه انت بس تفرج علينا. يلا هيني معكم. يلا يلا، انا رايحه عند الشيف نيفين من هون من هون من تحت. يلا حطينا عندك شيف. يلا رحنا معاكم اكيد مشاهدينا، مكملين معاكم بالمشوار. فاصل صغير وراجعين مع الشيف نيفين. هذا البرنامج برعايه ورجعنا معكم طبعا، واكيد احنا معاكم مكملين من بعد صباح الاردنيه. انا جوعت ومعنا الشيف نيفين النمر. اهلا وسهلا فيكي شيف. واول حلقه اليوم افتتاح حمس، مش ختام حمس، افتتاح حمس ببطبخنا. قديش انت متحمسه لهذا البرنامج؟ متحمسه كثير، ومتحمسه اني كمان معاي الحماس مليون. يا حبيبه قلبي، انا متحمسه للطبيخ، الاكلات للاكل الساكل. والاكلات الزاكيه يا جماعه بالزبط. وتعليقاتكم ومشاركاتكم معنا. الشيف نيفين ان شاء الله رح بتكون معنا كمان، عندنا الشيف فراس رح يكون موجود معنا. مطبخنا رح يكون غير، الأكلات اللي مميز. حتشوفوها غير. وكمان الشيف أبو وطن، ومين كمان معنا؟ رح أكون أنا معهم أحد ثلاثة خميس. أيوة. ورح تكون الشيف محمد والشيف أكيد أبو نورس 42. يعني تابعونا كل يوم من بعد برنامج صباح الأردنية مع الشيف يومي. كل يوم رح يكون معنا شيف، طبعا رح يطبخ لنا أزكى وأطيب الطبخات وأيضا النكهات. أنا جعت وأنت محضرة 100%. شو أول طبخة اليوم؟ اليوم حابة أعملكم وصفة تقليدية بس محبوبة، اللي هي بيض الوجه اللي هي الأوزي. الله عليكي، أوزي أنا كثير بحبه صراحة، بس أوزي حاطة فيها جاج. شوفي أنا حطيت لحمة عشان تاكلي والجاج على الوجه. على المقادير. كيف؟ على المقادير. يلا خلينا نروح للمقادير وطبختنا الأولى اليوم مع الشيف نيفين بمطبخنا الأوزي. يلا نحكي عن المقادير. يلا يلا تفضلي مقاديرك. انا لانه صراحه انا شاطره بالطبخ بس مش كتير يعني. لا ما شاء الله عنك اكيد. يلا خلينا نروح للمقادير. اول إشي معانا راح نحتاج اكيد لنعمل الاوزي لدجاج، وراح نحتاج لحمه مفرومه وبازيلا وجزر وارز حبه طويله. ايوه. وبهارات اكيد. بهاراتنا من وين؟ من وين؟ من عندك السبايس سبايس شيف إبراهيم مقبل. يعني بدنا نعمل شغله سريعه بس بنفس الوقت سهلة. خليني أرجع أنا عيد المقادير. عنا جاج، نص كيلو لحمة مفرومة، كاستين من الحبة الطويلة للرز يعني على ما أعتقد، 2 كوب بازيلا وجزر، معلقتين كبار من بهارات الأوزي طبعا مقدمة من بهارات إبراهيم مقبل، كمان عنا معلقة كبيرة بهارات مشكلة من سبايسي أو سبايس شيف برضو من إبراهيم مقبل، وفي عنا معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة مرق الدجاج. الأكلة سهلة. هلأ كل العالم شيف نيفين بيعرفوا يعملوها على ما أعتقد، بس كل واحد وطريقته وحسب كمان البهارات اللي انت بتستخدميها. اكيد لها دور مميز طبعا البهارات. بالضبط. نحن اليوم طبعا نوجه تحيه لابراهيم مقبل وبهارات سبايس شيف مقبل، لانه بصراحه البهارات اللي اليوم رح نستخدمها وكل يوم رح نستخدمها بطبخاتنا غير شكل. النكهات طبيعيه 100%، المكونات طبيعيه 100%. رح احكي لكم اكثر حتى كمان وين موجودين بهارات ابراهيم مقبل. يلا اوكي. اول شيء دجاج هون منظف ومجهزته، انا نظفته. شو بدي استخدم؟ خلي لنا اياك يا رب. شوفي اول شيء بدي احط بهارات اللي هي مرقد، هم مسمينها مرقد الدجاج. تمام. هذه مرقد الدجاج مطحونه جاهزه. شمي. انا اللي بشمي. لا لا لا، ما بدي اقول لك عن جد عن جد يا جماعه، انا بدي اياكم انتم تجربوها. سبايس شيف جربيها على البشار. جربيها على البشار عن جد. صدقي خطيره. طيب. حاسه صوتي اعلى من صوتك بكثير، انا زي اللي بطاوش وانت هادي رايق. هادي رايق. وكل الشفات هيك رايقين عندهم هذا. لا 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 بس اولها هلا عشان اولها المقادير هلا بنفعل وما لانه يا حبيبتي والله احنا المذيعين بتحسينا صوتنا ملعلع على الاخر يعني صراحه، فانا مقارنه فيك يا نيفين صار طالعه. لا يا عمري بالعكس هلا صوت ملعلع صوتي. هلا طيب. بدي احط كل البهارات اللي ذكرتيها انت. تمام. أوكي. واللي حكينا هلا على السريع هيك بس بهارات. احكي لي انت البهارات مره ثانيه. اول شيء استخدمنا هون بهارات البابريكا، وحطيت فلفل اسود زي ما قلت لك، حطينا ماجي. هلا بدي احط بودره البصل وزنجبيل. وراح احط سريعا اهم شيء. ايش يا
خلود. ايش لها البهار؟ البهار احكيه ولا تحكيه؟ بهار الاوزي. بهار الاوزي يعني النكهه صح وين بدها تكون؟ بدها تكون اكيد على الجاج لانه احنا بالنهايه عم نعمل اوزي. هلا البهار الاوزي كمان هم مش بس بهار يعني شوفي كم من بهار فيها، حاطين فلفل اسود وهذا ممكن انك تستغني، بس انا بحب الزيادات مش مزح. بس ريحه البهارات يعني انا وين واقفه ولسه ما حطت بلا فرن ولا غاز ولا انقلت ولا انشوت ولا انسلقت، ريحه البهارات يا جماعه طبيعيه 100%. فانا عن جد من قلبي والله بدي اوجه لهم تحيه، بهارات ابراهيم مقبل، الماركه، التصميم، المكونات، الشيء خرافي يعني. بدنا ندلل ايش الجاجة. بدنا ندلل 100%. شباب عندنا جوعانين، شوفي البهارات كمان. بعدين انت في عندك شغله كمان كثير حلوه ببهارات ابراهيم مقبل، انه كل شيء بيخطر على بالك او ما بيخطر على بالك بتلاقيهم عند سبايسي او سبايس شيف. انا متعوده احكي سبايسي. بتعرفي في عندهم بهارات السلطه؟ اها عنجد بتشهي يعني من دون ما تحطي ليمون وملح ولا شيء. ان شاء الله خلال البرنامج راح اعمل لك تدوقي. حبيت. هلا شوفي خلصنا احنا هون الدجاج تمام. هلا راح اجيب الجلافز. شوفي راح نستخدم هاي الصواني من وين حريهم. شوفي طبعا شوفي كمان تحيه. شوفي لا وبعدين بتحسي من ملمسها انها تقيله، غير انها تقيله انها بتحسيها ما بتلزق. لا 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 رجعنا تحيه طبعا اكيد الحريه هم على الاثاث وعلى الادوات المنزليه للمطبخ كمان اللي بعثوا لنا اياها. احطها هون انا احطيها بس خلص شفتيها انت؟ انا ما عجبتي فيها كثير. تمام. لا انا كثير عجبت بكثير شغلات كثير حلوه كثير شغلات يعني بتحسي كمان انها الحافه عندها تقدر تحط كمان. بس بدي احكي شغله كثير مهمه انه نحن كل يوم يا جماعه رح يكون في مسابقه من خلال صفحتنا على الفيسبوك، رح نطرح السؤال من خلال الحلقه، الاجابات الصحيحه بتدخل معنا على السحب. عندنا 10 جوائز مقدمه من سبايس شيف من ابراهيم مقبل، فركزوا معنا لانه السؤال رح اطرحه انا والشيف واحنا قاعدين عم ندردش وعم نحكي، اذا ما كنتم مركزين ما رح تقدروا تاخذوا الاجابه الصحيحه وتفوتوا معنا على السحب. الاسماء او الرابحين بنعلنها الحلقه اللي وراها. تفضلي. هلا بس بدي احكي لهم انه احنا دخلناها على فرن بتقعد تقريبا من ساعه لساعه ونص حسب وزن الدجاجه. حلو. تمام. هلا احنا خلصنا من قصه الدجاج. انا ما بحط قصدير لانه ما بيلزق بالضبط. انا وما كمان بتعطي انه سماكه بتوزع الحراره 100%. هلا على نار بدي احط طنجره. شوفي كمان هاي الطناجر برده من حريهم جولدن زارا. انا اول شيء حبيت اللون اول شيء، بعدين بس شوي هلا تشوفوا الشيف كيف حتقدر تمسكها وحتى وهي سخنه بنقدر نمسكها من هون عادي بالزبط. بدون لا مساكه. هلا بدي احط شويه زيت. سموها مساكه. مساكه بس هون ما بتوصل الحراره رح تنحرقي. ما انا جربناها، ما نحن شفنا كيف مش امبارح طبخنا انا وياكي لو اجيت عندك على البيت بالضبط. انت بتلمحي انت بدك وحده. انت هيك حسيتي. شفتي وعدتيني بطنجره لإلي، طنجره بس تكون فيها اكل مش تكون فاضيه يعني. على كل حال خليني احكي لكم بس شوي عن بهارات ابراهيم مقبل يا جماعه. اول شيء ماركتهم هي سبايس شيف، بتقدم دائما مجموعه متنوعه ومختلفه من مختلف انواع البهارات المميزه. في عندهم رح تستغربوا هلا بهار البروست الجاهز، بهار الكبسه، بهار الشاورما، بهار مثل ما قالت شيف نبين للسلطه خص نص. يعني لو كنتوا بتحبوا مثلا انه ترفعوا طعمه الاكل عندكم بتحسوا بالنكهات ما لكم الا سبايس شيف من ابراهيم. كمان عندهم مش بس بهارات، هون عندهم بهارات كمان صحيحه وهذا يعني. وهذا اسكى شيء مع الاوزي والمقلوبه مش مقلوبه والكبسه كل شيء. فشوفي انا شو بدي احط هلا. بدي احط قرفه. هذا اسمه خولونجا، سمعتي فيه قبل هالمره؟ لا. طيب ايش اسمه؟ خولونجا. عندهم برضه بدي احط لومي. لومي واخر شيء بدي احط بهار اسمه شيبا. شيبا شيبا. هلا البهار هذا بيجي زي تشوفي كانه الورق محروق. الله محروق حلو. شمي الريحه، هذا بيعطي نكهه خرافيه. واو. لا حنتغدى وحنتعشى يا شباب. هذا الزيت النتفه ما بيمشي معي تمام. لا حطي ولا يهمك ولا يهمك. النتفه هي ما بتزبط معنا. احنا بدنا ناكل. هلا عشان اعطي النكهه الصح كمان شو راح احط؟ بدي احط بهارات الاوزي. هلا ممكن ناس مثلا انا وياكي يسالونا انه من وين ممكن نجيب هاي البهارات اللي هي بهارات ابراهيم مقبل، وين موجودين باي منطقه؟ انا بدي اقول لكم اول شيء موجودين بمرج الحمام، موجودين بمنطقه جبل النصر، موجودين كمان بطبربور، موجودين بالهاشمي. بالهاشمي بالهاشمي صح. وكمان
لست البيت اللي قاعدة في البيت وجعبلها تنزل وتروح وتيجي مع الأزمة إلى آخره، عندك تطبيقهم جاهز بتنزليه من الآي أو إس أو من الجوجل بلاي على موبايلك، وبتقدري طبعا عندهم عروض دائما، صح شيف نيفين؟ 100%. تقدري أنت كمان أنك تكبسي على زر الهدية وتفوتي معانا على السحب، بالإضافة لأجمل وأحسن وأفضل العروض اللي دائما بحطوها من خلال تطبيق إبراهيم مقبل أو بهارات إبراهيم مقبل. أنا شامة من عندي. هلا بدك تعرف الريحة صح؟ أنا ما بدي أقرب كتير علشان أنت تاخدي راحتك. لا الريحة الصح لما الريحة ولا العدم والله ينبين. أنا حطيتها هلا بس بدي أحط الرز. ساعدني. طب لا استني شوي قبل ما أساعدك. قولي. وأنا رح أساعدك بس هي أنت لازم تغلي. آه بلشت تغلي. لا. طيب أعطيني أنا. تمام يلا. هك بمسك لك إياها وأنت نازلي. بالضبط نازليها. طبعا هذا رز انت مش مخلوط صح نيفين؟ لا حبه طويله. شوف حبة طويلة. انا بخلط بخلط لما اعمل مقلوبه. بحط القصير بعدين بحط الطويل. حبيت. اما بالاوزي بالكبس اي شيء بتطلب مندي برياني لا لا. تمام هلا هون احنا بتعرفي شو يا اختي، حلو الواحد يشتغل ببرنامج طبخ يصير يتعلم يطبخ. انا ليش احطه هون؟ انا بحطه بالمجله. تعال هلا راح نحط. شوفي انا بالنسبه بدي اساعدك انا خلص، اذا بدك اقطع لك السلطه انا بقطع. لا بدي بس انه نحط عليه مي. شوفي انا هلا هون حطيت مرق الدجاج تمام. بدي احط مي بس في ناس بقول لك لا احنا بنسلق الدجاج. مرقه الدجاج حطيها. اوكي انت شو بتعملي؟ انا ما سلقت الدجاج انا بحبه هيك. طب ايش بتحطي مرقه؟ حطيت مرقه الدجاج من عندهم كمان. خلص من جاهزة. بالضبط شفتوا بهارات ابراهيم مقبل شو بتعمل؟ يعني ريحتني من كل والله شيء. العظيم لانه انا واحده من الناس مثلا اللي لا بسلق الدجاجه ومرقتها ببهرها وبحطها على الرز. هلا لا هيك اسهل لي. عن جد خلص بصفي المية على طول من الكتل. بس بدنا نحط المي هلا. تمام هلا بدنا نقولها. ايش بدك اساعدك؟ انا هلا جهزت. خلص هيك جاهزة. بعدين جاي هيك مع الطقم كله. طب خدي هاد. قولي لي. قولي لي هاد. اوكي. وين احط لك اياه؟ هلا هون بس بدنا نحط عليه مي ونبلش. انا حسيتك بتخافي من الحرارة. هون بدك؟ بالضبط. لا هون عشان مش بدك تتعلمي. طيب يلا. طب يلا اوكي ما عندي مشكله. على فكره شو تتعلمي نيفين؟ انا بعرف اطبخ ان شاء الله. بدك تعلميني؟ بعلمك. طب يلا. طيب كيف تعلمتي الطبخ؟ اولها انا يعني اول ما تزوجت بصراحه ما كنت اعرف اطبخ. رحت شطرت وقلت بدي هالزوجه الشاطره ما شاء الله عنها. شو بدك تعملي نيفين؟ ايوه اعملي ايش؟ ملوخيه. حلو. شو طلعت الملوخيه؟ بالمرة لا. طلعت فاصوليا. يا ريت ملوخية فاصوليا، يا ريت طلعت صرصور ملح. لا بعد حسيت بالندم قلت يا بنت لا كترتي الملح. على فكرة في مشكلة الملح دائما مع كل اللي بيطبخوه، حتى بتلاقيها بروفيشنال طبيخ أو مثلا مش بروفيشنال يعني ماري عليها سنين وهي بتطبخ بضل عندها مشكلة. والسبب الرئيسي للخناقة يوم الجمعة إنه ليش مكترة ملح مع إني صرت أنا أكل دلع بعديها. تعلمت. شوفي أنا حطيت هون زيت، أحط هون نص لحمة. يلا انا حطيت نص عجل ونص خروف. تقدر تحطي عجل خروف اللي انت بتحبيه. ازيد لك مي هون. بالضبط. وين المي فين؟ هي المي فين؟ يا سلام عليه يا زن مشكور. يا انت لك نص الطنجره والنص الثاني لنا. طب خلود بدك تربحي؟ بدي اربح لمين؟ للمشاهدين. بلا رح نربح بس السؤال بيقول شو نوع البهار اللي استعملته الشيف باكلتنا لليوم؟ بهار الاوزي. انت ما سالتيني؟ فكنت بتساليني. الله يلا ما حدش سمع. ما قلت بهار الاوزي. لا ما قلتي. لا 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 اطلقا. انت ليش بتغششوا على فكره؟ ما بيصير. لازم لهم يذوقوا الطعمه. قد ايه زاكي حرام. شوفي احنا المذيعين متعودين انه ما نغشش هيك، بنحب نكون لائمين. على كل حال عن جد شو السؤال؟ السؤال لليوم عشان تربحوا معنا 10 جوائز مقدمه من بهارات ابراهيم مقبل، اللي هي شو نوع البهار اللي استعملته الشيف بطبختها؟ انت استعملتي اوزي. انا برجع بعيد عشان الناس تنسى. اوكي تمام. اعطينا غطا نغطيها هاي بكفي هيك المي. بالضبط هيك. شطوره. شو لا اتعلم ما اتعلم. هيك حطيتي ملح؟ قلت لك مرق الدجاج. مرق الدجاج فيها ملح. خلص اوكي اوكي. طب بدك تغطيها شيف؟ بالضبط هي. يلا هلا شوفي حطيت هون. الله يا جماعه الله الريحه الله الريحه. شكرا لوجودك بحياتنا بس ان شاء الله تطلع الاكل زاكيه. لا زاكي مش عشان البهارات. عشان البهارات. طيب بدنا نرجع نذكركم يا جماعه وين موجودين بهارات سبايس شيف.
طبعا موجودين بمرج الحمام، جبل النصر، طبربور، وكمان عندهم متجر الكتروني، تطبيق خاص فيهم تقدروا تنزلوه على الموبايل تطلبوا الاوردرات اللي بدكم اياها. كمان في عنا اليوم وكل يوم رح يكون في عنا 10 جوائز، 10 رابحين رح نعلن عن اسمائهم ثاني يوم بمجرد مشاركته معنا. فكتروا المشاركات على الفيسبوك، كتروا اللايكات، كتروا المنشنز، وكتروا سكرين شوت. شو حطيت هلا انا؟ هلا بهارات الاوزي حطيتها طبعا من ابراهيم مقبل. كمان بالاضافه وهي عم تطبخ خليني انا احكي شوي، بنشكر كمان الحريه هوم على عن جد على هالطناجر الروعه وكل ما يتعلق بمطبخنا لليوم وكل يوم ان شاء الله. الحريه هوم ادوات مطبخ من ماركت جولدن زارا. وخليني اقول لكم شغله يا جماعه، انا هلا بدي احكي كست بيت مش كمذيعه ولا سخام. ست البيت اليوم تعاني من موضوع الطناجر اللي بتلزق، بتلاقيها تنغر بمنظر الطنجره والبياعين فيش اشطر منهم لما بيجي بقول لها اسمعي هذه الطنجره على ضمانتي وعلى كفالتي وما بتلزق وابصر شو، بتروح الست بتاخذها اول طبخه بتبلش تحس بانها ايش اكله المقلب وشربنا المقلب. شوفي هلا مثلا يا حرام بتتكلف تعمل مقلوبه، بتتكلف وبتوقف وبتقلي كل انواع الخضره، بتيجي بتعمل لك الطنجره انزلي مقلوبه تنزلش عاد احلى مقلوبة انت لما تقلبيها قالب تطلع مثل الكيكه بالضبط. اذا استخدموها 100% انا ضامن تطلع قالب بالضبط. شمي الريحة، انا اوريدي شم الريحة بس انت قلتي لي امبارح مستخدمة باستا. اسمعي انا شمت انت مش انت علمتش، انا حكيت معك قلت لك بدي اعمل اللي الوصفة اللي انت حطيتها على الانستغرام بالضبط اللي هي بيتزا باستا بالضبط. عجبتني الطريقة كثير، بيتزا وبنفس الوقت هي باستا، يعني مكونات البيتزا زيتون وهوت دوغ وايش كمان حطينا والباستا بالزبط. وحطت فليفل أجبان. واجبان وحطتها بالفرن، فانا عجبتني الفكرة وجابت الصوص تاعت البيتزا تمام، فبتطلع هي بين البيتزا والباستا. هلا مش هون القصه، القصه اني انا ما استخدمت مكون هي كانت مستخدمته طبعا هم من براند من براند انا بدي اوجه لهم تحيه كثير كبيره وهي براند العنابي. براند العنابي يا جماعه هدول منتجات قطريه، واليوم احنا لما بنحكي عن قطر قطر بترفع الراس صراحه بكل انجازاتها. يعني حتى لما عملوا هذا البراند اخذوه من لون علم قطر فسموا البراند العنابي، فما في اجمل صراحه من انه الواحد يكون فخور بالهويه الوطنيه واحنا فخورين فيهم كمنتجات اكثر من رائعه. الشيف نيفين طبخت الباستا عادي مثل اي باستا، بتحط المي وحطت الباستا فيها بالزبط. ما لزقت معها النوع اللي انا استخدمته امبارح، وهي كانت غلطتي عن جد، معني حطيت زيت وحطيت ملح لزقت عجنت. تعرفي ليه؟ لانه الباستا العناب بتتميز بشغله، شو بتتميز؟ انها بس مصنوعه من المي والسميد الخاص فقط لا غير بالزبط. يعني انت لما تسلقيها ضامنه 100% صحيح. لا رح تكتبه ايوه بتصير عجينه هيك بتحسيها عن جد. وكمان بنفس الوقت المحافظه على قوامها شوفي. والمي بيجي فين انا بدي اقول لهم شغله للناس اللي عم بيحضرونا، هو الفكره انه مش دعايه ولا اعلان، لا لا. انا بدي اياكم فعليا تجربوا منتجات العنابي القطريه. اليوم انا بدي اشكرهم على الهواء مباشره لانه فعليا منتجاتهم فخر لكل يعني لكل العرب صراحه بالزبط. ليش؟ لانه احنا اليوم عم نحكي عن انتاج يستحق كل التقدير. لما اليوم ست البيت اللي عم تطبخ عم بتلاقي والله السعر اللي عم بتحطه بهذا المنتج عم بتلاقيه طيب وزاكي وشهي، وبنفس الوقت ما عم بيعذبها بالطبيخ وكل شيء متوفر على فكره من عند العنابي، فهذا شيء يستحق التقدير. قلت لي امبارح حطيت زيتون وحطيت وحطيت حطيت زيت، بتقولي الله احياني على هذا الباستا، طب حرام والله العظيم لا اكلوها بس انت قولي بس ما حبوها بس يعني. بالاخير مش رح تقدميها بنفس المره، يعني مش نفس الباستا رح تستخدمين، بس باستا العنابي رح تعتمديها 100% مزبوط. طبعا متوفره هون بالاردن هلا هلا هي اوريدي. هلا احنا عم نشتغل شيف، انت اطبخي يعني انت خلصت طبختك واحنا عم ليش تستني فيه؟ مو انا بحكي كثير، اذا بدك تستنيني لا خلص انا حكي ما خلصنا اليوم وما رحنا هيك... وما اكلنا. خلينا نذكر المشاهدين انه احنا بس سوينا الرز وبنستنى ليستوي، وهون جهزنا اللحمه قلبتها وحطيت عليها بهارات مقبل اللي هي الاوزي، اكتفيت بصراحه بالاوزي واكتفيت بالفلفل الاسود تمام. انا اعطتني كل النكهات وحطيت عليها البازيلا والجزر تمام. هلا بدي اخليها بس تستوي. قديش بدها هاي على النار؟ هاي ما رح تاخذ وقت لانه البازيلا والجزر انا مستخدمها مش فريش بصراحه، انا مستخدمه اللي هي المجمده مجمده. هلا الفريش بتكون قاسيه شوي معاكي، فالفريش بدها نص ساعه 10 دقائق. ممكن انت بتنصحي بالفريش يعني ولا لا؟ لسهوله الايام هاي بدك تفرزي وكذا الفروزن. على فكره بس كنا بنحكي على منتجات العنابي ومعلومه جدا مهمه انت حكيتيها انه موجوده، مش تقولوا مثلا احنا بنحكي منتجات قطريه مش موجوده بالاردن، لا موجوده بالاردن متوفره بالسوبر ماركت بالهايبر ماركت، اسعارهم كثير مميزه جداً. وانتوا رح تعرفوها اصلا من لونهم، يعني لون المنتج عنابي، ف
رح تعرف انه هذا هو اللي كانت عم تحكي عنه الشيف نيفين وخلود ببرنامج بمطبخنا. وحسيتيها خفيفه يعني بتحسي اللي ذوقتك اياه؟ والله ما خفيفه على المعده مش زي الخبز. لا 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 ولا انا دخل انه مش انه المعكرونه عاده بتاكليها فعليا خاصه للي عنده مشاكل بالجهاز الهضمي زي حالاتي. للقولون للقولون لانه هي بتعمل نفخه كمان فيها الياف بروتينات خاصه الاطفال بحبوا الباستا. والله شكلها الشيف يا وليد من النوع اللي بيحكي اكثر ما بيطبخ يعني انت فاهم. ما انا بستنى على فكره هلا الشباب عندنا بلشوا يعصبوا لما الواحد بيجوع بيعصب يعني بينه. انا ما بنصحك تشوفيه وهو معصبين. يلا هينا خلص يلا خلص على فكره احنا يعني شوي حنكون خلصنا اكلتنا تمام. طيب على ايش بدك تحكي كمان قولي لي؟ لا بس بدنا نحكي بسريع عن شو عملنا. حكينا الرز وتبلنا الدجاج وحطيناه. هلا بس ضايل علينا نعمل الحلو. نطلع على بريك معناته نهدي شوي اللعبه ومن بعدها بنرجع على الوصفه الثانيه. خليكم معنا. هذا البرنامج برعايه نناقش فيه قضايا اقتصادية وأيضاً نلامس قضايا اجتماعية. أسلوب جديد وفق مفهوم أنسنة الاقتصاد، ونجيب على السؤال كيف تنعكس المؤشرات الاقتصادية على حياة الناس. حياة الناس، معيشتهم، أعمالهم، مستقبلهم. كونوا معنا في برنامج المؤشر الاقتصادي. على الرغم من كثرة الحوارات والنقاشات في الشارع الأردني، جزء من النص مفقود تعني بأن الرسالة لم تصل. اليوم الأردنية الأولى نقدم للحديث بقية. مشاهدينا طبعا بدنا نرجع نقول يسعد صباحكم وين ما كنتوا او يسعد مساكم، لانه هلا صارت الدنيا تقريبا اولموست عم تروح لل 12. في ناس بتصحى بكير. في ناس بتصحى بكير، فنحن معاكم اكيد مكملين بالمشوار ببرنامج مطبخنا، واليوم يلا. اول حلقه من مطبخنا. هلا رح نروح للوصفه الثانيه من بعد ما عملنا الاوزي، بس لسه ما سكبنا، عم نستنى الرز شو بسموها يهدي انت. اعطينا الوصفه الثانيه. يلا نعمل رز بالحليب. يلا رز بالحليب مع المقادير ونبلش معك شيف. يلا لتر حليب، وبعدين بنحتاج نص كوب من الرز حبة قصيرة، أهم إشي ركزه حبة قصيرة مش حبة طويلة. أوكي. وبدنا 2 معلقة نشا، كوب إلا ربع سكر، ومعلقة من ماء الزهر، وكمان معلقة من ميستيكا والفانيلا البودرة، ومعلقة صغيرة بس من معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة لا أنا سكتت أنا آسفة. خلينا نرجع خلينا نرجع، واضح اني بعرف اطبخ. عادي عادي بالضبط. انا خلص شوفي هيك بدر خلص يعني قالت لك ايش فيه، هي شكت بالوصفه، شكتي بالوصفة. بس لا يعني خلص عرفت انه هاي للثانيه زكتت. طيب يلا خلينا معك. وفستق حلبي وجوز الهند اخر شيء. بدي اعطي الخبز لخباز، وانا ليش بتفلسف على الهواء، عامله حالي بعرف بالمقادير. روحي نبين. يلا اهم شيء ايش حكينا؟ الرز، رز يكون حبه قصيره يلا المصري يعني بالضبط. والمي وينها؟ المي يا جماعه وين يزن؟ المي يزن. يلا ها معاكي شيف. احنا هلا نص كوب الارز بدنا نحط عليه كوبين مي. صبي انت بتقدر يعني بالعيال. هذا زياده طبعا، بدك تسلقي سلق مش فلفل. حطي اوكي. شو فرق السلق عن الفلفل؟ السلق بكون هيك اوكي. اكتر كمان كتري تمام. انت قولي لي خلص بكفي. هلا هون غمرناه. بدنا نتركه احنا نص كوب عشان ست البيت ما بتعرف. نص كوب حكينا من الرز مع كوبين مي حبيت. تركنا تمام. اعتبري انه ايش سوى؟ ايش جهز ولا كانه موجود؟ جهز. اعتبر جهز. شوف السحر رهيب يا نيفين. هم بدنا نستنى يلا اللي ورا. هلا بدنا نستخدم لتر حليب بالزبط. واثنين معلقتين من النشا، كوب الا ربع سكر، ومعلقه من ماء الزهر. ها
هلا اول شيء رح احط الحليب. خطر على بالك هاي الوصفه فكره؟ شوفي انا حبيت ابلش بوصفه فيها قديمه ست البيت اللي ممكن تشوف تطبق. بعدين بندخل بالصيني والتايلاندي والقصص هاي. حبيت هيك ادخل لست البيت بوصفتي هي بتحبها. على فكره وصفه الاوزي كتير انطلبت مني. مش كل الناس بحبوها يعني. لا انت عارفه ايش كمان؟ مش كل الناس بحب، لا كل الناس بحبوها بس مش كل الناس بيعرفوا يعملوها. وغير هيك الرز احيانا ممكن يعجن مع الناس او يعني عرفتي فهمتي علي؟ بالضبط فهمت عليكي. هلا شوف الرز حكينا يعني. بدايه انه كيف الرز هذا قد ايه بده يصير هيك؟ مش تقريبا مش اكثر من ثلث ساعه. تمام ما في، ما بتتركي على النار، خلص تتركيه لحاله ينسلق. خلص. انت شلتيه من على النار؟ انا شلته هيك وقلت له تمام تمام اوكي. بس تمام. انا عشان ااكد للمشاهدين اوكي كملي. هاي شغاله هاي اللي شغاله. طيب ماشي بدنا نشغلها هاي. تمام هلا هون على البارد. تمام هلا النار بتحمي. بدي اعمل هيك شو بدي احط؟ النشا، معلقه نشا. تمام. لا في طريقه ثانيه انه الناس بيقولوا لك لا احنا ما بنحب النشا بنحب رخ شوي. انت براحتك بس انا بحب النشا. بنضل نحركها. هلا شو بدي احط كمان؟ نص كوب من السكر. ما في ناس بحطوا عليها خبز، هاي بس رز بيكون. هديك ام علي. ام علي ابوي هاي لازم تعملي لنا اياها وصفه. فعلى سيره الخبز بدي طبعا ان وياك نوجه تحيه لليدز. طبعا اكيد برنامجنا برعايه ليدز ومخبوزات ليدز يا جماعه الصحيه، مصنوعه من اجود اجود المواد الطبيعيه مثل ملح الهيمالايا، خميره الجوادور، نخاله القمح البلدي، وكمان كل الخبز كل يعني كل انواع الخبز بتناسب مع كل الفئات العمريه. بالضبط. بتعرفي انه بس عندهم جوز هند؟ يبي بموت عليه. جيبي لنا هيك من عندهم او خلينا اطلب على الهواء مباشره من ليدز يجيبوا لي خبز له يعني نكهته بجوز هند. كانك حاسه بجنن، كانك انت معنا جاب تاكلي كانه سناك. خليني اقول لكم انه مدعمه كمان بفيتامينات والياف عاليه بتساعد على الشبع وفقدان الوزن للناس اللي بدهم يخسسوا من وزنهم، ومصنوعه من مواد طبيعيه وعضويه. وفي شغله كثير مهمه، في ناس بيكون في عندها كمان حساسيه من بعض انواع المواد اللي بتنحط بالخبز زي الحليب والجلوتين ولا اخره، لانها مواد طبيعيه 100%. فانا طبعا بدنا نشكر ليدز وبدي انصحكم فيهم انه تجربوهم. يما الرز كيف مبهر يا جماعه، يما الرز كيف مبهر يا جماعه. هلا والله يا وليد حماتك بتحبك. هلا شو بدي احط؟ معلقه من ماء الزهر. شوفي معلقه صغيره ولا كبيره؟ لا لا بتكفي لانه الكميه مش كبيره كثير. هلا شو بدي احط كمان؟ في هاي مستيكا بتيجي. مستيكا وفانيلا باودر بس بتعطي نكهه كانك بتاكلي سحلب. الله تعشم. احنا حكينا هاد بدي هدي بدي اطفي عليه. بس على فكره خلص خلص تقريبا. لا لا هاي تمام خلص خلص. بدي اطفي عليه. جدي لا ما انا خايفه هلا هيك خلص خلص طفيت. اوكي هلا بس ما نضلنا نحرك. انا مش خايفه من الطنجره، انا خايفه من النار من الغاز. وصفات سهله وسريعه بنفس الوقت. مثلا عندك عزيمه انت بدك هيك تبيضي وجهك. والله سهله. شوفي الطبيخ سهل بس اذا كان لك مراء نفس نفس ومراء. يعني انت اليوم مودك انه انا اطبخ والله بيطلع اسكى طبيخ. اذا مودك مش ظابط بحس الناس ما بتظبط يعني ما بتظبط بالطبيخ. الستات اللي هلا بحبوا بطل زي زمان. ايه صاروا الناس تحب هلا مين؟ يعني كل الناس. لا انا عكسك صراحه، بحس الناس بتحب تطلب قاعده دليفري اكثر. لا شوفي الشغلات مثل هيك ما فيها دليفري. بعدين في شغله مهمه هلا اليوم لما بنحكي عن بهارات زي سبايس شيف، بما انك انت كنت عم بتقولي عن الوقت. بالضبط. سبايس شيف يا جماعه بيوفر عليكم وقت كثير. يعني بدل ما انت مثلا كنا زمان مثلا نجيب البهارات المشكله، البهارات اللي لها علاقه بالاوزي، لا انت اليوم كل شيء جاهز. يعني حتى مرقه الدجاج معموله جاهزه، بس ضيف وخودات ست خلص بتوفري على الجاج. الجاج صحيح هي جاهز هلا مطب. هلا هون خلصنا. شوفي قوامها طلعي اسهلها خلص قوامها. كمان بتوفري على الجابه. يعني هلا بدك تروحي تشتري بهارات 7-8 بهارات عشان تجيبي مثلا الاوزي، هلا بتجيبيها جاهزه. هاي خلصنا اولها. عملت لنا اليوم والله طبختين. انت بقالها على فكره من نص ساعه تقريبا كنت طابخه الطبختين. اسئله هي رح تاخذ بالبيت اسرع. يعني قصدي بالبيت اسرع؟ لا قصدي بالبيت هون اسرع، بالبيت رح يكون اكثر من هيك. يعني انا مجهزه هلا بتروحي خلص على البيت ما بتطبخيش، بتقولي لهم انا ما رح اطبخ اطلبوا من برا. بالضبط وهذا اللي صار. يعني هذا اللي صار. طبعا يا جماعه وقفه المطبخ هاي اللي احنا اليوم انا وياكي يا شيف نيفين واقفين عندهم. طبعا مقدمه المطبخ، شوفوا المطبخ ما افخمه. قبل شوي كنا بنحكي انا ونيفين تحت الهواء انه عادي على فكره بتقدر تحطي الطنجره على الرخامه عادي ما تخافي انها تنحرق. بالزبط. كمان بتقدر تقطعي عليها السلطه بدون اي مفرمه لانه ما بيتجرح. فانا اكيد بدي اشكر معدات للمطابخ على تقديمتهم لنا هاي المطابخ الفاخره بالترندز خلينا نقول واخر صيحات الموضه في عالم المطابخ من معدات للمطابخ.
تمام. هلا بعدين غير في شكل شغله ثانيه عن المعدات للمطابخ. شوفي هي سخنه بالضبط زي ما انت حكيت، هي سخنه عم حطها. لا عادي حطيها، ما بتتاثر. لا 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 بالزبط. ما بينحرق، ما تخافي. شغله ثانيه، معدات للمطابخ بجوز في معلومه الناس ما بتعرفها، يعني اذا انت اليوم عندك مطبخك مش من معدات للمطابخ، جاء بالك تبدلي وتزبطي وتعدلي شغلات معينه، بس تليفون لهم بيجوكي بيزبطوا لك، بيغيروا لك شكل المطبخ وديكوراته من غير ما يغيروا كتير باساسيات المطبخ. فهي شغله مميزه مش موجوده عند اي مطابخ صراحه. بالضبط. تمام. هلا احنا سكبنا، بدنا انت قولي لي ايش بقدر اساعدك انا غير ان انا احكي ولا شيء. انا هلا بدي ازين. هلا في لازم احنا نحط جوز الهند. ليش؟ لأن الطبقة بتصير هون ناشفة جامدة. تمام. أوكي. ففي ولادي مثلا، انا ولادي بيحبوا جوز الهند. بتخليها تبرد، بتحطي النايلون، لازم تلامس الوجه. حبيت. بس انا الفكرة جوز الهند بحسها يعني صحية اكتر من. تمام تمام. بس بعد اذنك اتفضلي اميلي، هاي كيف بقدر اساعدك؟ حطها هاي بما انك قلتي لي. لا لا امان، خدي لحطي لي اياهم. طيب ماشي. بس تمام. انا معلش، حتى لو انه احنا بنحكي قاعدين عن ال... وين المساكة يعني فين؟ تفضلي. هي اخر مره بتيجي معنا انت بالمطبخ؟ لا بس انا للاسف احد ثلاث خميس. شايفين والله من دون ولا شيء ولا خوف. وهذا عدمانتي جارانتيد. يلا قولي لي ايش بدك هلا. بس بدي ازين بالجوز الهند. لا انا بحكي عن الرز. طول الدجاج بصير اطول لك الدجاج بصير اصلا اجيب المسكات هلا هون. لا بدها مسكات صراحه. يلا هانت هانت شباب جاعوا. وكمان هدول الكاسات الحلوين مقدمين بالدم الحلوين. ليش عاملينها؟ اخو لود كيف الكاسات حلوين صح؟ بجننوا. مقدمة طبعا برضو كمان من الحرية هوم. ولا لا مقدم من الحرية هوم. مقدم من الحرية هوم. شوفي كتير حلوين. طيب هاي الدجاج وين ممكن احطه انا؟ حطيه هون. ما هون ساخن عادي؟ مش مشكلة. هلا انا نسكب. طيب يلا يلا تفضلي. اجيب لك الصحن؟ بالضبط. يلا شوفي طلع طلع شوفي. بس خلينا نحكي معلومة سريعة. يلا شوف البخار، بتحسي طنجرة الضغط. صح مليون بالمية. يلا بدنا نسكب هلا. هلا انت اسكبي واحنا بناكل. يلا هاي خبيته عشان ما يتنقرش. سويسر خبيته هون. هذا بالاخر تزيين. بالظبط. طيب عيدي بالله يا آسيا. انا راح انقل هون. ورحتي أنا بالمساء بدي ابلش هيهم هون. انا هلا بدي ابلش هون احط ايش للبوفيه. تمام. لا احنا مجهزين تمام عشان اعطيكي مجال واعطيكي سبيس. يلا يا جماعه بدي ارجع اذكركم طبعا بجوائزنا. في عنا 10 جوائز، 10 رابحين طبعا. مقدمه الجوائز من بهارات ابراهيم مقبل. فشاركوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. والسؤال بيقول من دون ما تغششي، شنو البهار اللي استخدمته الشيف نيفين بطبختنا لليوم؟ هلا استخدمت كثير انواع بهارات من ابراهيم مقبل، بس الاساسي، بس الاساسي واللي ركزنا عليه كثير وعدنا طبختنا باسمه يعني اليوم طبختنا. ما الا بتغشش، ما في مجال. حرام. خلينا ندوق. يلا الله عليك شيف. الله عليك شيف. روحي طالعه معاكي. روحي كيف الريحه؟ الريحه شو بدي اقول لك يا شيخه. بصير اخذ معي الصحن انا؟ طب بصير اخلص ما احط يعني؟ لا حطي. تعطيني الطنجره؟ لا بكلوني بعدين، والله ما بداوم بكره. طب بعد اذنك بدنا طنجره ايش؟ هاي بالضبط. شوفي شوفي الريحه. راح افتح لك اياها كمان بالمره. يعني اخ يا ربي. اسمعي شو بدك تطبخي لنا بعد بكره؟ بما انك حكيتي على الباستا، لازم وصفه لازم بالباستا عشان يشوف المشاهدين كيف القوام. والله يا ريت لو تعمليها. بتعرفي البيتزا باستا؟ نرجع بيتزا باستا. ارجع. لا هلا هاي سهله على فكره، ما اخذتش معك دقيقتين. بالضبط. لا يعني بدنا جنبيها هاي مقبلات، بتعرفي سلطه عملتها بتشحي. وراح يكون في طبعا معنا بكره وكل يوم راح يكون في عندنا مطبخنا بعد صباح الاردنيه كل يوم الساعه 11:30 يا جماعه، لمده ساعه كامله وممكن كمان يعني ساعه وشوي حسب الطبخه كيف بدها تصير معنا. ف ايه بكره الشيف فراس رح يكون موجود معنا، ما هو لانه احنا اسم الله عندنا شفات كثير رح يكونوا منوريننا خلال حلقاتنا المنوعه ببرنامج مطبخنا، فكل يوم رح يكون عندنا شيف. اليوم معنا الشيف نيفين النمر، بكره ان شاء الله رح يكون معنا الشيف فراس. الجدول لسه ما اعطوني اياه، فعشان هيك المعده عم بتخبرني مين بكره رح يكون معنا ان شاء الله. هلا بدي احط. في ناس بحبوا يحطوا بالخلطه قلب الرز، انا بحب اجللها يعني احطها هيك على الوجه. يا عيني عن جد نيفين مش مزح، ريحتها خرافيه. انت انعجقتي في السبيس؟ لا بدي اخذ هاي خلص كبيره شمالها لانها. طب عادي خلص اقول لك شغله.
ايوه حطيها هون. انا باكل بالضبط. خلص خدي انت طولي معلقه عشان بدك تدوقي. مو بدي اكل تعطيني رايك. يلا فكرتني بمزح. بس وين المعالق مخبينها؟ أيوة فكره هون. مخبين المعالق الشباب. انا يا عم اعطيني الطنجره كيش لحمه. هي ذبحتونا صافنين فيها للشيف نازله بشوف البهارات. والله العظيم كيف بتعرف الاوزي من بهاراته؟ من بهاراته. شو البهار اللي استخدمته الشيف؟ جاوبوا معنا عشان تربحوا من بهارات ابراهيم مقبل. وانا اوعدكم انه رح تدمنوه ادمان. انت سالتيني صح استخدمت بهارات الاوزي؟ انت سالتيني. يا خرابي. ايه يا لهوي. ايه ده؟ ايه ده؟ طعم الزاكي؟ ايه الجمال ده؟ رائع رائع. خلص بديش خلص عن جد. شوفي الدجاج كمان بالبهارات طلعي. لا المنظر لحاله بحكي. ببكي. بحكي وببكي. ايش اكثر اكله بتحبيها انت تعمليها؟ ورق دوالي. بس بحبش الف ورق دوالي. انت بدك تلفي لنا ورق دوالي؟ لا ما انا حكيت بحبش. من انا بلف لك عادي بساعدك باللف بس اطبخي لنا. خلص نتغدى. بحب اليالانجي انا كثير بحب اليالانجي. طيب خلينا هيك قبل ما نختم نرجع نقول شو طبخنا اليوم. بدنا بس كيف بدنا نرفعه هيك شوي اقول لك شغله شو رح نعمل انا وياكي. استني شوي. يلا بس دقيقه خليني امسحها هيك على الطرف. خلص طيب هيك قربنا طبعا على نهاية حلقتنا لليوم. بدنا نشكر ليدز، بدنا نشكر طبعا المخبوسات، بدنا نشكر بهارات إبراهيم مقبل، شكرا لكم. بدنا نشكر طبعا مطابخ معدات للمطابخ. بدنا نشكر الحرية هوم. لولاكم صراحة ما طبخنا اليوم طبخاتنا ولا أكلنا الأكل الزاكي من تحت إيديها للشيف نيفين. أعطينا هيك بالنهاية خلاصة للي سويناه اليوم، بريف يعني للي عملناه. يلا عملنا اوزي. عملنا اوزي بالدجاج طبعا حكيت بهارات مقبل طبعا بتشهي بهارات مقبل. وعملنا رز بالحليب. رز بالحليب وصفات طبعا بتبيض الوجه وزاكي وسريع. انت بتبيض الوجه. شكرا لك شيف نيفين. شكرا لكم لمتابعتكم معنا. بكره ان شاء الله بحلقه جديده دايركت ومباشره بعد صباح الاردنيه وين ما كنتوا. رافقتكم السلامه. اجمل تحيه مني انا خلود ديب. باي باي.